ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح النور. مرام، تناولنا في جولتنا بوتين يشدد على تحقيق جميع الأهداف المحددة في أوكرانيا، ماذا تحدثين أيضا عن هذا الموضوع؟ نعم، يعني استغل الرئيس فلاديمير بوتين يوم إعادة التوحيد كما يسميه في 30 من سبتمبر منذ عام 2022 الذي أعلن من خلاله ضم الأراضي الأوكرانية الأربعة إلى الأراضي الروسية، وقال في خطابه عبر الفيديو بأن هذا اليوم كان مهما بالنسبة لروسيا، وأن روسيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهداف العملية العسكرية الخاصة كما تسميها موسكو. أيضا أضاف بأن الحقيقة إلى جانبنا وسنعمل على تحقيق أهدافنا، وأيضا أشاد بهذا الحدث المصيري الذي قال بأنه فرض نفسه لحماية السكان الناطقين باللغة الروسية في المناطق الأوكرانية الأربعة أو في منطقة الدنباس، وبأن هذا الأمر يحمي السكان من، طبعا يعني ضم الأراضي الأوكرانية الأربعة يحمي السكان من ديكتاتورية النازية الجدد والقومية المتطرفة. أيضا قال في خطابه بأننا لم نتخلى عن أشقائنا وشقيقاتنا في مقاطعة الدنباس، وبذلك أعطى لنفسه مبررا حول ما أسماه بالعملية العسكرية الخاصة. لكن يعني هذا الخطاب ليس بالجديد إسماعيل، ومنذ بدء هذه الأزمة الأوكرانية وضم الأراضي الأوكرانية الأربعة عبر استفتاءات غير موافق عليها من المجتمع الدولي ومن كييف، كان يتذرع دائما الرئيس فلاديمير بوتين بأن هذه المناطق تاريخيا تعود إلى روسيا، وأن غالبية السكان في تلك المناطق هم من الناطقين باللغة الروسية. أيضا مع هذا الإعلان أو إحياء الذكرى الثانية لضم المناطق الأوكرانية إلى روسيا، أيضا كان هناك تصريحات من قبل وزارة الدفاع الروسية بأنها حققت المزيد من الانتصارات وحررت المزيد من البلدات في مقاطعة دانيتسك وصولا إلى بلدة نينيبيفكا التي أعلن الجيش الروسي السيطرة عليها، وهي بلدة قريبة من كل من بيكروفسك وأيضا توريتسك. وبالتالي بدأت القوات الروسية تقول بأننا بدأنا نحقق أهدافنا بالوصول إلى المناطق الاستراتيجية في دونيتسك للسيطرة عليها بشكل كامل، وبذلك يدعم الرئيس فلاديمير بوتين تصريحاته أيضا عسكريا من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي، رغم طبعا استمرار القوات الأوكرانية بالهجوم على كورسك. وبالتالي هذا الإعلان اليوم يترافق بين تصعيد سياسي وتأكيد عسكري على أن ما يقوم به الرئيس فلاديمير بوتين هو صحيح، ولحماية السكان في تلك المناطق ولضمان مستقبل آمن للأطفال والأحفاد على حسب تصريحاته في خطابه المتلفاز. تفضل اسمعك. مرام، إلى موضوع آخر فيما يخص الناتو، هناك تبديل على رأس الناتو، والسؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذا التغيير يغير من عمل الحلف؟ نعم، يعني من اليوم إسماعيل سيتسلم مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي السابق مكان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، طبعا من خلال بعض التصريحات أن هذا المنصب لا يؤدي إلى تغييرات بشكل جذري بعمل حلف الناتو، كون أن أي قرار يتخذ ضمن الحلف سيكون بالإجماع وبموافقة الأعضاء الاثنين والثلاثين في الحزب وفي الحلف. وأيضا بحسب خبراء وبحسب بعض التصريحات بأن هذا المنصب أيضا يمكن أن يعمل ما وراء الكواليس على بلورة الأفكار وعلى إجماع أو إقناع الأعضاء بالإجماع على أي قرار يتخذ. لكن أيضا هذا لا يعني بأن الأمين العام لحلف الناتو لا يوجد له أي صلاحيات، فهو
هو بالنهاية هو يتسلم أو يترأس مجلس حلف شمال الأطلسي، وهذا المجلس مسؤول عن اتخاذ القرارات السياسية. إضافة إلى ذلك فهو أيضا يتمتع بالسلطة عبر طرح الأجندة لكل اجتماع يتم في الحلف، وهو من يضع هذه الأجندة في أي مناقشات تتم داخل الأعضاء. لكن بطبيعة الأحوال الجميع يعول اليوم على مارك روتا، كون أنه تسلم رئاسة الوزراء في هولندا لمدة 14 عاما، وهو كان كثيرا ما يدخل في أروقة حلف الناتو، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في حكم تسلمه لهذا المنصب لمدة طويلة. أيضا يعتبرون أنه يمكن أن يكون قادرا على خلق سياسة جامعة بين أعضاء الحلف في ولايته الجديدة، والبعض الآخر ينظر إلى أنه ربما قد يسعى إلى ولاية ثانية، كون أن هذا المنصب دائما ما يسعى إليه الذي تسلمونه لتسلم المنصب لأكثر من ولاية، على غرار طبعا يانس ستولتنبرغ. لكن أيضا يجدون بمارك روتا بأنه يمتلك أسلوبا جديدا في الإدارة، وهذا الأمر ربما قد يساعد على تقارب الأفكار بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك عائقا أيضا يتحدث عنه الخبراء بأن تركيا أيضا التي تعتبر عضوا في حلف الناتو وبعيدة عن الاتحاد الأوروبي، أو أنها ليست عضوا في التكتل الأوروبي، ربما قد يشكل عائقا في جمع الأعضاء على أي قرار يمكن أن يتخذ. أيضا كان هناك خلافات أو ما زالت الخلافات قائمة بين تركيا واليونان على موضوع قبرص، وهذا الأمر أيضا قد يسبب عائقا في توحيد أي رأي يمكن أو قرار يمكن أن يتخذ من قبل أعضاء الحلف. لكن أيضا هناك وصول دونالد ترامب إلى الحكم في حال نجاحه بالانتخابات الرئاسية قد يشكل مزيدا من التحدي لمارك روتا، كون أن ترامب وصف الحلف بأنه اليوم غير مجدي وقلل من أهميته، وبالتالي أيضا يوم توحيد أعضاء الحلف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يشكل تحديا بالنسبة لروتا. ومن خلال تصريحات يانس ستولتنبرغ الذي لم يعطي أو يقدم أي نصيحة لمارك روتا عدا عن أنه يجب أن يكون جامعا وموحدا لصفوف الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي اليوم مارك روتا هو شخص يراهن عليه من قبل الأعضاء ومن قبل أيضا الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى المشاركة بالمسائل الأمنية كما نشهد في الخلافات الدولية والأزمات الدولية، بأن يكون صاحب قرار إلى جانب صفوف حلف الناتو. وبالتالي اليوم سنرى كيف يمكن لمارك روتا أن يقود هذا الحلف، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني. ستولتنبرغ استطاع الحصول على تأييد الأعضاء بدعم أوكرانيا لمبلغ 40 مليار دولار سنويا، فسنجد هل سيستطيع مارك روتا أن يستمر في هذه السياسة الموافق عليها أو المجمع عليها من غالبية أعضاء حلف الناتو. تفضل اسمعك. مرام، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، كيف تقرؤون أو تقرأ هذه المناظرة؟ أولا إسماعيل، يعني بحسب الإجماع بأن مناظرات المرشحين لرئاسة أو لمنصب نائب الرئيس الأمريكي لا تعتبر أنها تشكل فارقا كبيرا، لكن اليوم نتحدث عن شخصيتين متعارضتين تماما، سواء
قبل جي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الجمهوريين، او حتى تيم وولز عن الديمقراطيين. وهاتين الشخصيتين تتمتعان بفوارق كبيره ربما تجعل المناظره حماسيه وينتظرها الجمهور الامريكي. بحسب التصريحات ان جي دي فانس ربما يواجه ضغط كبير من خلال الشعبيه التي وصل اليها تيم وولز عبر شخصيته الطيبة وتقديم نفسه بعفوية، وهذا الأمر لاقى نفسه أمام نجاح كبير أمام الديمقراطيين وتأييد كبير من قبل الديمقراطيين. لكن بالمقابل أيضا جي دي فانس يتمتع بشعبية أو بشهرة كبيرة كون أنه ألف كتابا أكثر مبيعا في عام 2016، وأيضا بفضل ولائه لترامب من خلال الحملات التي قادها منذ عام 2016 وأيضا وفي عام 2020 واليوم الحملة التي يقودها إلى جانب دونالد ترامب الجمهوري. ولكن هناك بعض الخلافات أو بعض ربما النقاط الضعف لكل من هذين المرشحين يمكن أن يستخدمها الطرف الآخر ضده. جي دي فانس صرح حول المهاجرين من هايتي واتهمهم بأنهم يأكلون القطط والكلاب، وهذا الأمر سيستخدمه وولز في المناظرة ضده، وأيضا بوصف وولز لكل من فانس وترامب بأنهم غريبين، وتم استخدام هذا الشعار من قبل الديمقراطيين. أيضا من خلال التصريحات أن فانس أيضا يمتلك بعض النقاط التي يمكن أن يستخدمها ضد وولز في كونه أنه اتهمه بأنه ماركسي من خلال بعض الأمور أو الإجراءات التقادمية التي أخذها في أثناء حكمه لولايته مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن هذا الرجل يسير بخطى الماركسية عبر هذه الإجراءات الروتينية والتقدمية التي أخذها في ولايته. أيضا جي دي فانس اتهم المرشح عن الديمقراطيين لنائب الرئيس بأنه لا يتمتع بالشجاعة العسكرية الكافية كون أنه انسحب من وحدة الحرس الوطني قبل إرسالها إلى العراق عام 2001، وبالتالي اليوم هناك بعض الأمور التي يمكن أن يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر، ولكن المناظرة ربما تكون الأخيرة بين الجانبين كون أن دونالد ترامب لم يوافق على مناظرة أخرى مع المنافسة الديمقراطية كامالا هاريس، وبالتالي اليوم ستكون هذه المناظرة تنافسية رغم أنها ربما لا تحقق الكثير من الفوارق بالأصوات سواء للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي كون أننا نتحدث عن منصب نائب الرئيس وليس الرئيس شخصيا. وأيضا الكاريزما التي يتمتع بها ترامب وهاريس تتفوق على النواب اليوم في المناظرة، وبالتالي لن تحدث فارق كبير إنما ستثير الجدل بحسب بعض الخبراء. تفضل إسماعيل. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.